أهلا بيكم معانا على جي اس عربي تعلم الإيطالية، ومكملين معاكم في كتاب فاتشلي اد زيرو، وموجودين في الوحدة الرابعة أونيتا كواترو، وعنوانها ستوديو اي امبارو، ستوديو ادرس امبارو اتعلم. وهنا معانا الفيربو افيري، طبعا هو افيري هنا هم غلطوا، فيربو افيري وهو فاعل الملكيه، وهو من الافعال المهمه جدا جدا في اللغه الايطاليه، زي الفيربو اسري وهو فاعل الكينونه. تعالوا نشوف مع بعض الفيربو افيري. التصريفات: يو او أنا أملك، تو أي أنت تملك، لوي أ هو يملك، لي أ هي تملك، ولي حضرتك أ تملك. نوي أبيامو، نوي أبيامو يعني نحن نملك، فوي أفيت أنتم تملكون، لورو أنو هم يملكون. ونفي الفيربو أفيري، لما نحب ننفي بنقول نون أفيري. أي فعل، أي فيربو نحب ننفيه فبتوضع كلمة نون قبل الفيربو، نون أفيري. وطبعا نون بتوضع قبل الفيربو مصرف، إيو نونو، إيو نونو يعني ليس لدي أو لا أملك. تو نوناي ليس لديك أو لا تملك، لاي نونا ليس لديها أو لا تملك، ولوي نونا ليس لديه أو لا يملك، نوي نونا بيامو ليس لدينا أو لا نملك، فوي نونا فيت ليس لديكم أو لا تملكون، لورو نونانو ليس لديهم أو لا يملكون. تعالوا نشوف مع بعض هنا معانا إزرشيتيو نومرو 2 كومبليتا. كومبليتا من الفعل كومبليتاري أو الفيربو كومبليتاري بمعنى أكمل. لترا أ بتقول إيو أونا سوريلا، هتكون إيو أو أونا سوريلا، أنا لدي أخت. وقلنا قبل كده إن من استخدامات الفيربو أفيري للتعبير عن ملكية أفراد العائلة، أو مش ملكية يعني إن أنا أقول لدي أخت أو لدي أخ أو لدي ابن وهكذا. يبقى إيو أو أونا سوريلا. لترا بي لاي، لاي لاي هي أ 23 أني، لاي أ 23 أني. طبعا قلنا من الاستخدام التاني للفيربو أفيري للتعبير عن العمر، إيو أو 20 أني، تو أي 30 أني، لاي أ 23 أني، وهكذا يعني للتعبير عن العمر. لترا تشي تو أون كمبيوتر. طبعا هنا كمان الفيربو أفيري من استخداماته للتعبير عن ملكية الأشياء، تو أي أون كمبيوتر، تو أي أون كمبيوتر. اللترا دي بتقول ليز نون أ أونا كازا، ليز نون أ أونا كازا، هنا نفي، نفي بتوضع كلمة نون قبل الفيرب مصرف، ليز يعني لاي هي واحدة، نون أ أونا كازا ليس لديها منزل. هنا لترا إي، إيو أو كالدو، إيو أو كالدو، طبعا ممكن نحذف إيو ونستغنى عنها، ولكن هنا هي مطلوبة مننا. إيو كالدو يعني أنا أشعر بالحر. وقلنا قبل كده إن الفيربو أفيري بنستخدمه مع الأحاسيس، أو كالدو أو فريدو أو فامي أو سيتي وهكذا. لترا إف بتقول لي ألوني أنو سيتي، لي ألوني يعني الطلاب أو التلاميذ، لي ألوني أنو سيتي عطشانين، زي ما قلنا قبل كده هنا أو كالدو هنا أنو سيتي للتعبير عن الأحاسيس. بعد كده عندنا لترا جي، نوي أبيامو مولتي أميتشي. هنا طبعا أبيامو نحن، يبقى هيكون الضمير أو ضمير الفاعل أو الفاعل، برونومي سوجيتو ضمير الفاعل هيكون نوي، نوي أبيامو مولتي أميتشي، نوي أبيامو مولتي أميتشي يعني نحن لدينا أصدقاء كثيرون. لترا أكا، فوي، فوي نون أفيتي،
non avete. Avete هنا يعني في voi. و non avete ليس لديكم. Voi non avete una macchina. يعني أنتم ليس لديكم سيارة. زي ما قلنا قبل كده إن لما نحب ننفي أي verbo ليس فقط الverbo avere بيوضع مصرف وقبله كلمة non. Voi non avete una macchina. Lettera I. Lui ha due fratelli. Lui ha due fratelli يعني هو لديه أخين. طبعا احنا قلنا للتعبير عن أفراد العائلة بنستخدم الverbo avere زي ما هنا قلنا في لترة A io ho una sorella. هنا في لترة I بنقول lui ha due fratelli. لترة L loro hanno fame. Loro hanno fame يعني هم لديهم جوع أو جعانين طبعا جوعانين زي ما قلنا قبل كده o fame o sete o caldo وهكذا avere والفعل بتاع السنتيمنتو أو المشاعر يعني الحاجة اللي بنشعر بيها. Lettera M io e mia sorella. Io e mia sorella يعني أنا وأختي. طالما أنا موجود في أي مع أي حد يبقى noi. Io e mia sorella abbiamo sonno. عايزين ننام. Sonno نعاس. أوكي؟ يعني أنا وأختي عايزين ننام. عندنا نعاس. Abbiamo sonno. نفس الاستخدام بتاع الأحاسيس أو الحاجات اللي بنشعر بيها زي فعم فعم وسيت وكالدو وفريدو في عندنا سونو. لترة N تو إي مريم. تو إي مريم يعني هنا أي حاجة فيها تو ومعك أي حد هتكونوا فوي. تو إي مريم يعني فوي avete un quaderno. Avete un quaderno يعني معاكم كراسة أو كشكول. Quaderno تمام تمام. نقول كلهم على بعض يبقى لترة A io ho una sorella. Lettera B lei ha 23 anni. Lettera C tu hai un computer. Lettera D Liz non ha una casa. Lettera E io ho caldo. Lettera F gli alunni hanno sete. Lettera G noi abbiamo molti amici. Lettera H voi non avete una macchina. Lettera I lui ha due fratelli. Lettera L loro hanno fame. Lettera M io e mia sorella abbiamo sonno. Lettera N tu e Miriam avete un quaderno. Esercizio numero 3 او تمرين رقم 3 cambia la frase da singolare a plurale. يعني cambia من الverbo cambiare غير او بدل la frase يعني الجملة da singolare من صيغة المفرد a plurale لصيغة الجمع. لترة بتقول io ho molti amici. Io ho molti amici يعني أنا لدي أصدقاء كثيرون. طبعا هنا io أنا ده طبعا pronome soggetto ضمير فاعل وهنا بيعبر عن prima persona. Prima persona يعني الشخص الأول المتحدث اللي بيتكلم موجود. io أنا موجود أوكي. ولكن هنا prima persona في السنجولار. في السنجولار سنجولار يعني في المفرد أنا لوحدي معيش حد تاني. فلما هاجي أجمعها هكون أنا كمان مع الناس اللي هتتجمع معانا فهنكون نوي. نوي هنا بريما بيرسونا لأن أنا موجود فيهم أوكي. ولكن في صيغة الجمع أو بلوراله ماشي يبقى إيو هتكون بريما بيرسونا سنجولار ونوي هتكون بريما بيرسونا بلوراله تمام لأن أنا موجود في الحالتين لوحدي أو معاهم. يبقى noi هتكون abbiamo molti amici تمام. noi abbiamo molti amici. وهنا معانا لترة B بتقول lui
lui ha la famiglia in Italia. Lui ha la famiglia in Italia, يعني هو لديه العائلة في إيطاليا. طبعا هنا lui ده عبارة عن terza persona. Terza persona يعني طرف ثالث. أوكي؟ يعني ولا أنا ولا أنت. هو حد غيرنا احنا الاثنين. طرف ثالث lui. Lui ha la famiglia in Italia. Okay? طبعا ده lui terza persona في السingolare. Singolare يعني في المفرد. عشان نجمع هنجمع terza persona. نفس الموضوع. Terza persona. يعني طرف ثالث. يعني ولا انا اكون موجودة ولا انت تكون موجود. Okay? فبدل lui هيكونوا هم. Lui مع ناس تانية فهيكونوا هم. هم. Okay? ولا أنا ولا أنت ولا نحن ولا أنتم، لا هم. أوكي؟ أطراف ثالثة يبقى لورو. لورو أنو أونا فاميليا أو أنو لا فاميليا إن إيطاليا. لورو أنو لا فاميليا إن إيطاليا. تو أي أونا بيلا ماكينة. تو أي أونا بيلا ماكينة يعني أنت لديك سيارة جميلة. تو طبعا هنا عبارة عن سيكوندا بيرسونا. سيكوندا بيرسونا يعني أنت. أوكي؟ في السينجولار يعني أنت موجود. سيكوندا بيرسونا. تمام؟ سيكوندا بيرسونا لما هجمعها يا إما هجمعها سيكوندا بيرسونا يعني هتكون أنت مع ناس تانيين أنا مش موجود فيهم فهتكون فوي. أوكي؟ أو ممكن أخليك أنت تكون معايا فهنرجع تاني بريما بيرسونا فممكن نكون نوي زي ما هو عملها هنا يبقى noi abbiamo una bella macchina. تمام؟ هنا نفس الطريقة لترا دي lei ha fame يعني هي جوعانة. lei عبارة عن terza persona. terza persona يعني ولا أنا ولا أنت ولا نحن ولا أنتم. تمام؟ هنا terza persona في المفرد singolare. لما نيجي نجمعها نجمعها ترسى بيرسونا ولكن في البروراري فهتكون هم يبقى لورو انو فامي. تمام؟ لورو انو فامي. هنا في معانا اللترا A بتقول تو اي سونو. تو اي سونو يعني انت يعني نعسان عايز تنام. تو اي سونو هنا طبعا سيكوندا بيرسونا. تو هنا برونومي سوجيتو تو انت بيدل على سيكوندا بيرسونا اللي هو انت اللي قدامي موجود. اوكي لما نحب نجمعها زي ما قلنا يا اما هجمعك مع ناس تانية فهتكونوا فوي يا اما هجمعك معايا ونرجع بريما بيرسونا مرة تانية. هنا هجمعك مع ناس تانية فهتكونوا فوي يبقى فوي افيتي سونو يعني انتم لديكم يعني نعاس نعسانين. اوكي اخر حاجه معانا لترا اف بتقول ايو او سيت. ايو سيت يعني انا عطشان. انا هنا بريما بيرسونا ايو او سيت. فهنا لما نيجي نجمعها بريما بيرسونا لما انا هاجي مع ناس تانيه فهنكون نوي يبقى نوي ابيامو سيت. تمام؟ وبكده بنبقى خلصنا درس النهاردة على جي اس ار عربي تعلم الإيطالية ونقابلكم إن شاء الله في المرة الجاية ونستكمل معاكم كتاب فاتشيلي آد زيرو. شكرا لكم.